جني واعمل حاوي، اعمل جني واعمل حاوي، عشان سيبك يا طنطاوي، عشان سيبك يا طنطاوي. الاعدام هو الحل، الاعدام هو الحل. قول الرسالة يا عم بنديتا. احب اوجه رسالة احنا مش هنسكت، ان اللي ماتوا دول هنجيب حقهم، سواء بقى بمسك او غير مسك او قالعين او لابسين، بس احنا هنجيب حقهم. سوار احرار داخل المبنى، احنا مش بنحاول نقتحم، احنا واقفين بره بندعمهم، احنا اللي هنحميهم. في الفيديو احنا عايزين نقول لحد يحصل مشكله في اي حته، احنا موجودين في الفيديو خمسه، احنا موجودين في اي حته. الفيديو خمسه بتاعنا الاخبار هي احنا واقفين وجودنا بقالنا ثلاث ايام وما حصلش مشاكل، وجودنا 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 هو اللي بيحمي، واحنا بندعم اللي جوه، السوار اللي جوه في حركه للتطهير جوه النيل للاخبار، واحنا لازم ندعمهم. والاعصاب سلمي ما تقلقوش، وانتم نفسكم هتضمنوا انه سلمي لما تبقوا موجودين معانا. الشعب يريد تطهير الاعلام، الشعب يريد تطهير الاعلام، الشعب يريد تطهير الاعلام، الشعب حر، اعلام حر، وطن حر، اعلام حر، وطن حر. انا خالد ناجي مذيع برنامج الرصيد بيدرو، انا ومجموعه من الزملاء اللي عاملين في اسبيرو قطاعات مختلفة، انشأنا حركة اسمها اعلاميون مستقلون، الحركة بتطالب بتطهير الاعلام المصري واستقلاله بكل قطاعاته، لان للاسف الاعلام المصري زي ما احنا شايفين اصبح او زي يعني زي ما كان من زمان بوق للنظام الحاكم. كنا متوقعين ان بعد ثورة يناير ان هو يختلف الامر، لكن للاسف استمر نفس الموضوع، وكان الموضوع ظاهر جدا في الثورة، وكان بصورة أسوأ بالنسبه للمصريين. طبعا اصدرنا بيان بالدين للاداء الاعلامي في الفتره ديت. انا اسمي داليا سكرات، بشتغل في قناه ناين لايف، قنوات المتخصصه من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. بعد الثوره قررنا ان احنا نعمل بعض العاملين في كل اكثر من قطاع، قررنا ان احنا نعمل ناسس حركه اسمها حركه اعلاميين مستقلون. دول مجموعه من العاملين جوه التلفزيون اللي مش عاجبهم بالمره التغطيات الاعلاميه وطريقه تناول الاعلام للاحداث اللي بتحصل في مصر. مع التغيير الفظيع اللي حصل في ثوره 25 يناير توقعنا ان احنا يعني هيحصل حاجه فظيعه جوه المبنى، لكن للاسف مفيش حاجه خالص اتغيرت، هي بنفس المنتاليتي، بنفس العقليات، بنفس تناول الازمات بالظبط، التغطيات الاعلاميه هي الاول. احنا كبعض العاملين بنحاول زي ما تقولي ايه نبلطج، ان هو ناخد ايه الحريه بدراعنا كده، هو اللي هو شويه بالتهديدات، شويه بالاعتصامات، شويه احنا هنروح للاعلام ونقول ونفضحكوا، يعني بنحاول ناخدها بالذراع، لكن الحقيقه الامر اللي جوه المكان هو نفس الكلام اللي انت بتسمعيه، اللي كنت بتسمعيه زمان، اللي هو ايه جالنا تليفون من فوق، انا مش فاهمه فوق ده فين، يعني جالنا تليفون من فوق بيقول معرفش ايه ما تنفعش نتكلم على كذا، ما ينفعش نعمل كذا. كتير من
منا او يعني جزء منا ابتدى يقول لا مثلا الضيف دوت هيجي يعني هيجي، ولو انت حضرتك مش عايزه يجي ابعت لي ورقه رسميه مختومه تقول لي ان هو مش عايز يجي، ان هو اللي انت بتقول ان هو مش عايز يجي. فما بيعملوا ما بيقدروش كده، ما بيقدروش يعملوا كده. في الاخر الضيف اللي احنا بنبقى عايزينه يجي بيجي، بس هي محتاجه يا جماعه نصدق ونؤمن بنفسنا ونؤمن بقوتنا ان احنا نقدر نجبرهم ان احنا نغير الاعلام. وده مش هيحصل من بس بره، يعني احنا شايفين بره اهو حوالينا ناس كتيره دول مش عاملين في الاعلام بس جايين يدعموا اللي جوه الاعلام. لازم اللي جوه اللي شغالين جوه الاعلام يحسوا ان هم قد ايه مسنودين من الشعب، مسنودين من الناس، ويقدروا يجبروا المسؤولين ويقدروا يجبروهم على ان هم يغيروا الثقافه بتاعتهم ويغيروا سياستهم الاعلاميه. احنا نقدر ده نعمل ده، بس مستنيين كل العاملين اللي جوه ان هم ينضموا لنا. مع انا ريهام سالم، انا مذيعه في قطاع القنوات المتخصصه في نايل لايف، واحنا انا واحده من اعضاء مجموعه اعلاميون مستقلون او حركه اعلاميون مستقلون اللي اتكونت بعد الثوره بعد التنحي بشكل ادق يعني، وهدفها هو تطهير الاعلام واستقلاله وتحويل الاعلام من اعلام تابع للنظام لاعلام تابع للشعب، اللي هو ده الوضع الطبيعي. الاعلام المصري خلال لسنين طويله جدا هو اعلام النظام او فوق النظام زي ما اعتادوا ان هو يقولوا عليه، ولكن انا الاوان دلوقتي مع ثوره الشعب ان الاعلام يرجع لاصله، لان التلفزيون المصري او المسيره هو اعلام موجه للشعب منه واليه بدافع الضرائب المصري هو موجه اليه، فالمفروض ان هو يقول الصح ويقول الصدق ويبقى منحاز للشعب مش منحاز للسلطه او النظام. الحركه كمان زي ما قلت بعد التنحي، واصدرنا بيانات عده يعني من بعد التنحي، منها بعد احداث مسيره والمهزله الاعلاميه اللي حصلت في احداث مسيره. ودايما بقول ان الناس اللي شاركت في المهزله دي في المذبحه اللي حصلت في مسيره دول ايديهم مخضبه بدماء المصريين اللي ماتوا على اساس الارض دي. هي انا بوجه دعوه لكل العاملين في مسيره انهم يتضمنوا مع الحركه، لان احنا كلنا هدفنا تطهير الاعلام دوت. الاعلام دوت يمول بفلوس الشعب المصري، ولازم يطلع اعلام صادق بيعبر عنه وبيديله المعلومه الصحيحه مش المعلومه اللي النظام عايز يديها. وبدعوا جميع الصور يتضمنوا مع الحركه لانها